هعمل سندوتشات جبنة حلوم مع صوص البيستو وفلفل الرومي المشوي. طبعا البيستو انا عاملاه في البيت وهنزلكم الطريقة. وده انا شويته تحت الشواية في الفرن. عندي شرايح جبنة حلوم، انا استخدمت النوع ده عشان دهن اقل وعريضة على مقاس الساندوش التوست. هاخد بيستو وادهن اول طبقة، هضيف شريحة فلفل رومي مشوي، هحط طبقة تانية عشان الجبنة، هحط شريحة جبنة طبعا لو في زيادات بقصها، وهضيف شريحة طماطم، ممكن تضيفوا بصل. سندوتشات الجبنة الحلوم بالبيستو خلصت. انا هحمرهم في الفرن على وشي. لو عندكم شوايك السندوتشات بتحطوها، انا ما عنديش فهحطها حمرهم في الفرن. هدهن بالفرشة كده الوش زيت ومن تحت برضه، حطهم يا اما تحت الشواية او في الرف التحتاني خالص. حمرتهم في الفرن على وشين،